وقت اللي يكون ثم قرار سياسي بظهور الحقيقة تظهر الحقيقة. طالما ما ثماش القرار السياسي، طالما مكونات الحكم ما زالت معناها مرتهنة لبعضها البعض وتعدي لبعضها من أجل الاستقرار لأحزابها ولحكومتها، ما هيش بتظهر الحقيقة. وإحنا الحقيقة من سنة الاغتيال ما رهناش على الحكومات المتعاقبة، بل بالعكس كانت سواء كانت هي فاعلة متورطة ولا كانت متواطئة لمرتبطات ولمصالح متبادلة. إحنا نراهنوا على القضاة البهين وعلى القضاة الصادقين، رغم أنه تعتيم كبير صاير طيلة هذه الست سنوات، ورغم أنه القضاء صراحة مرتعش، لكن أكيد أكيد هذا بلا شك أنه ستكشف الحقيقة أو جزء من الحقيقة. احنا اليوم في جلسة في ملف الشهيد البراهمي، جلسة عادية في الدائرة الخامسة، ما زال فما طلبات تحذيرية المحكمة بيسدد النظر فيها، وأحنا تابعا لما حدث في الملف أمام دائرة الاتهام أو طلباتنا السابقة اللي فما جزء كبير استجابت له المحكمة، اليوم فما طلبات جديدة باش نتقدم بها هيئة الدفاع لهيئة المحكمة، وهي طلبات مؤسسة وعندها سند واضح في الملف، وإن شاء الله المحكمة عديدة هي الطلبات، أهمها الحصول على مجموعة التسخير اللي ما لم تنجز في هذا الملف، تسخير تهم خصوصا الهواتف نتاع أبو بكر الحكي اللي ما تمش إضافتها الملف القضية، في حدود 10 أرقام هواتف ما تمش إضافتها، التسخير هذه لم تنجز. هنالك تسخير تهم أيضا العمود الاتصالات اللي في مكان الاغتيال، كيف هذا تم طلبه ولم ينجز من الباحث المناب. هنالك بعض التقارير الإرشادية اللي طالبينها في علاقة بأشخاص هويتها أجنبية كانت تتعامل مع أبو بكر الحكيم وكانت تستخرج له في شفرات نداء باش يستعملها في نشاطاته الإرهابية، وطبعا كل هذا بالإضافة إلى مجموعة من التقارير الأمنية اللي لم تتم إضافتها الملف القضية، وخاصة كانت تفكروا مليح وانتم الصحفيين عندكم إمكانية أنكم تولجوا للمعلومات ولو أنها قديمة، أنه لطفي بن جدو حين كان متوليا لحقيبة وزارة الداخلية كان أكد على أنه تم فتح بحث في التفقدية العامة للأمن الوطني في علاقة بالوثيقة المسربة من المخابرات الأمريكية والتي ورد بها معطيات تفيد اعتزام تنفيذ عملية اغتيال ضد الشهيد إبراهيم. وإحنا اليوم هذا التقرير الذي قيل أنه فتح فيه بحث أمام في التفقدية العامة، اليوم المحكمة هي الجهة الوحيدة المخول لها كشف الحقيقة، وهي الجهة الوحيدة التي من المفروض أن يتم جمع كل الملف لديه، وذلك علاش طالبين زيادة من المحكمة أنها تكاتب وزارة الداخلية في خصوص الحصول على نسخة من التقرير التفقدية العامة للأمن الوطني حتى نتعرف أكثر على محتواه، وخاصة العلاقات المسترابة جدا بين يعني مجموعة من القيادات الأمنية وعملية الاغتيال.